لك محبوبة ديالي، كيفاش نتوما؟ كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحسن احوال. شوفوا عيني حسيت بين الضوء وبين ماشي بزاف باش نط. وانا كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جمعة مباركة، اليوم الجمعة، واليوم ان شاء الله يا ربي غادي تكون الحفلة ديال 7 شهور، حنا ديال 7 شهور ولا بيبي شاور المغرب بحال اللي كنقولوا انايا. وحنا في الدار انا وماما بنت عمي. بونو، اول حاجة الصراحة غادي نسبق نمشي للكوزينة نعاون ماما نعدو داكشي اللي قدرنا عليه قبل ما تجي بنتي. عادي تعدي، غادي نحاول نسجل لكم ماكسيموم. تما كتعرف النهار بحال هادو كيكون واحد عنده الشغل بزاف، شويه ديال ستريس. وخا الحمد لله كلشي مزيان، كلشي باخو كونترول. يوم الجمعه كما قلت لكم غادي نتغداو ان شاء الله سكسو هنايا مع ماما. غادي تجي اختي ومرات خاي، غادي نتغداو ان شاء الله سكسو هنايا. ومن بعد في العشيه ان شاء الله غادي تكون الحفله اللي غادي يجيو العائله والحباب. غادي يكونوا غير الناس المقربين بزاف، حنا نقول لكم ينساد عمامي بنات عمي وثلاثه ديال صحاباتي هما اللي غادي يكونوا. بالنسبه لعائله اسامه ما قدروش يجيو الصراحه، كان خصني كان على قلبي يجيو، ولكن ما كتبلوش ما قدروش يجيو، لا اسامه لا خالتي لا ليلى لا سناء، ما قدرتش شي واحد يجي. وانا ماشي مشكل، باقي الايام هذه غير بحال نقول لكم. انا اصلا ما كنتش عاوله نعمل شي حاجه، بحال نقول لكم عملوا لي وصافي، يعني بحال بغاو يفرحوا بيا النهار هذا. انا ما تكلفنا بداكشي ديال الكوزينه واللي باقي، يعني بحال نقول لكم بغاو يعملوا لي هديه ولا كادو يفرحوا بيا. وابارت يعني الحنه 7 شهور كتكون يعني للام ماشي بابا، بابا ما خلقاتش. الله يجيبها ربي بخير وعلى خير، الله يجيبها ربي ان شاء الله بصحه جيده. يعني باقي عندك جوج سنه ديال البيبي ان شاء الله يا ربي. بحال نقول لكم كتكون الحنه كيكون ديال الام، كيفرحوا هكذا بالام بالمره اللي كتكون حامله وصافي. وانا حبيبه ديالي يعني طيب ماشي كتكون شديتو شديتو، يا ربي الله يحفظها الله يجيبنا ربي بخير وعلى خير. عندي هاد ارو ديال خليها لي حمزه خير حسب ديالي، انا ما جبتوش معايا. ايوا الحبيبات ديالي هكذا وصافي. الله معايا الكوزين، نوريكم شنو عدلت. برا صراحه وجدت بزاف الحاجات ما قدرتش نصور لكم، اليوم غنوريكم شنو عدلت ولا كيفاش كنظم راسي ولا شنو الحاجات اللي غادي نعدل هكذا، شنو غنعدل هكذا في الماكله. واليوم الجمعه ما كيدوش بلا سكسو ضروري، واخا الحفله في العشيه ضروري خاص الغدا سكسو. تغدا سكسو ان شاء الله مجموعين. منين وضنا في الصباح اول حاجه عملت ماما كنافه بكريمه، كريمه ديال الجبن. صراحه ما صورت لكم شي ان شاء الله مره اخرى. وانا عملت بقلاوه ديالي اللي فيتها وريت لكم في البلوك، بقلاوه كتجي فروتو سيكوس. من بعد عندي هنايا قنينطات اللي عدلتهم نهار قبل، عدلتهم الشعريه الصينيه و يعني والحوت والجامبيطات هذا وكالاماريس. ومن بعد عدلت هاد الطيسان هادو اللي جاو كيحمقوا. طيسان صراحه شريتهم كيجيو هيدا واجدين. وعملت واحد الكريمه دلت شنو دميزينا، وغادي نعمل فيهم فروتا، نعمل فيهم كيوي وفرامبويساس. صراحه هاد الطيسان هادو جاوا واعرين بزاف بزاف بزاف، كانوا عندكم ان شاء الله غادي نعدل لكم قريبا، غنوريكم طريقه التحضير ديال الكريمه. كلشي شكرهم على حسب، جاوا واعرين بزاف وساهلين، والمنظر كما كتشوفوا كيجي كيحمق. وعدلتهم في هاد السينيات هادو، معروفين مذهبين كيجيو مزيونين هكذا. وهنايا عندنا شويه الحلوى مغربيه طبعا ما تقدرش تخطانا في الحفلات اللي عدلتهم ماما. ودابا جبرتوني غادي نوريكم الطريقه ديال تحضير التشكيل ديال المالح. عندي هاد الطيسان هادو اللي شريتهم، وهاد الطيسان ديالو خالدر. وعندي هنايا واحد الشرميله ديال الخضيره وديال الجداد، عملت لهم شويه طوماطي فريتو، عملت لهم هاد الصلصه ديال البرغر هذه اللي كانت عندي موجوده في الدار. اول حاجه غادي نعمل الجبن في الطبقه التحتانيه، ومن بعد غادي نبقى نعمل هكذا الطبقه ديال الترميله ديالي. ومع الاخر زدت من هيدا شويه ديال الجبن كما كتشوفوا. بالنسبه ديال التزويق غادي نزوقهم هاد البابو هذا كان في الدار، هكذا قطعته على طريفات صغارين وعملت هيدا من فوقي. وغادي نحشيه في الفران غير بالجبن وصافي. ودابا غادي ندوز نقطع ونقدم كنافه وبقلاوه اللي غادي نحطو مع بعضيتهم. بالنسبه ديال البقلاوه زوقتها هكذا بالعسل وبيستاش. وبالنسبه للكنافه حتى هي قطعت، عملت شويه العسل، عملت لها النوا وعملت لها شويه الورد هكذا من فوق، جات ديكور مزيون. ودابا جبرتوني غادي نعدلو واحد ميني امبورغيساس. هاد الخبيزات هادو ميركادونا، وعندنا تشرميله ديال كفته واجده مشرمله، عملتهم في الفران صراحه باش نسربي راسي. عملت لهم هكذا في الفران بشويه ديال الزيت، ومن بعد عمرت الخبيزات بامبورغيساس بالجبن وماتيشا واللتوغا. وكيتو خملكم شي انايا تحت هاد الماسك، حياتي ديالنا حياه بعد وصلت. وعجبتني واحد الماسك قالت لي سبق من واحد الماسك، يعني طرات لي سجد الماتيريال ديالها باش تبدا لي بالمكياج سهلو كامل. من الماسك يعمل المفعول ديالو، جبرتو انا وحياة كنشوفو. غادي نلبسها واحد البيتا ان شاء الله في كرونا، لاتو غادي تشوفوها.
وجاتني معايا اكسسوارات. شوف هذه شحال مزيونه، هذه كتجي كونخونتو هيدا الحزام بخضر والحمر ملكي، وكيجي هذا خيط الريح في الخضيدار بالحلقات ديالو اللي حتى هو في الخضيدار. درتي تبل هذه الحجره سيتوت هي في الحمر، ومن بعد كاينه هذا. انا كنظن غنعمل هذا الصراحه، داكشي ملكي مزيون مع داك اللبسات هي فيها الحجره ديالها في الخضر. كنظن غادي نعمل هذا ان شاء الله. ومن دراسة انا كنت كنعدل الماكياج، وكانوا جد راسي، كانوا برا اختي وبنات عمي كانوا كيعدلوا ميسات، يعدلوا التامل ديال الميسات. كما شفتوا الديكور ديال الميسات كان في الحمر على حساب اللبسه اللي كنت لابسه، والديم يعني كامل ديال الحفله كان في الحمر. وفي الوسط ديال الميسه حاطين هاد السينيات هادو من اكسيون، حطينا فيهم شويه ديال الورد، وهاد الكوادروس هادو اللي من عند اتشي الريديكوريشن. صراحة البنت اللي عمرها سلا هي اللي عدلتهم لي، لهادو ديال سنتر ديال المسا، والواحد اخر من بعد غادي تشوفهم، واحدة كبيرة اخرى. وبالنسبة للديكوراسيون والطرطات كلفت لي بيها رشيدة أم آدم، ما شاء الله عليها زعما الصراحة. عندها الديكور دي حماق، وهي صراحة هي اللي بحال غنقولكم حمستني هاد الحفلة هادي. ما كانش يبالي مرة نعملها، وهي بغات تعمل لي من عندها هدية عشان صديقة ديالي، وما شاء الله عليها الديكور ديالها كي حماق. غنخليكم على الانستغرام ديالها. وكذا تايس عملت هاد القريعه ديال الحنة اللي عدلتهم حتى هما اتشي ار ديكوريشن، خليت انستغرام تحت راح مزيون نشوف الديكور. ودابا كنبداو في صحاباتي وقلت لهم يعاونوني، حطوا لي الطرطا والحاجات هكذا اخر لمسات اللي كانوا باقيين خصهم يتحطوا في البوفيه. هنايا كانت وصلت العدايه حنان، ما شاء الله عليها اللي جابت هذا الماتيريال. هذا الماتيريال اللي كتستعملو هي مع العريسات ديالها في المناسبات. Oh.
ودابا حبوبه ديالي جات الساعه ديال المريان. لا صراحه ما نقدرش نسجل لكم، راه سجلوا لي اللي قدروا عليه. وانا هنا كانوا كيوجد هكذا اتاي سنيه ديال الملح وداكشي اخر كامل وريت لكم قبيلاتي. حاجه واحده ما درت لكمش عليها، عاد درت هذا البوستري هذا بواحد الكريمه اللي جبت معايا من فرنسا، كنت جبتها من مصر. هذه الكريمه كتحمق ديال التوركه، ان شاء الله هذه المره غادي نوريها لكم ليكم في الدار. عملت بحال واحد بوستري تيراميسو هكذا ولكن بلا بيضات، ديال اوريو ديال لوتوس. وبالنسبه ديال الملح كما كتشوفوا، ميني همبرغيسات بيتزا قنينطات وداك التيسان اللي عمرتهم قبيلاتي بالشرميله ديال جديد.